هبدأ معاك من ماتش الاتحاد اللي فات. كان في حالة إنسانية، وقوع المدرج ده، انتوا كنتوا في الملعب، شفنا تعاطف اللاعبين وجمهور الأهلي، وشفنا ان الحادثة نفسها كانت صعبة للي بيتفرج في التلفزيون. انتوا شفتوها ازاي في الملعب يا كابتن؟ طيب، اول حاجه انا بس الاول بنتهز الفرصه وبقول على الهواء يعني يا رب يقوم اسلام بالسلامه وندعي له كلنا. يا رب. وطبعا يعني يعلم الله من ساعتها الواحد يمكن لسه ما حاسس ان هو مصدوم. انت عارف برضه المنظر في الملعب زي ما انت بتقول بيختلف، لان طبعا انت وانت في الملعب بيبقى انت شايف الارتفاعات وعارف الوضع اكتر من اللي بيتفرج على التلفزيون، لان طبعا الارتفاع كان عالي ونحمد الله انها جت على قد كده، لان فعلا فعلا كان ممكن الوضع يبقى كارثي اكبر من كده بكتير. نتمنى له السلامه يا رب ويقوم، وندعي له من قلبنا والله يعلم الله ما مدى كل صلاه وكل الناس، لان دي حاجه طبعا نتمنى انها ما تكونش موجوده عندنا في ملاعب. ربنا يقومه بالسلامه يا رب يا رب ان شاء الله. طيب، الموقف الانساني اللي شفناه من اول مجلس اداره النادي الاهلي بلاعيبه النادي الاهلي بجمهور النادي الاهلي، والتلاحم اللي حصل وكله راح على المستشفى جري عشان نشوف مصابين جمهور الاتحاد، الموقف ده لاعيبه النادي الاهلي اللي خدوه ولا اداره النادي الاهلي؟ الموقف بدا ازاي اصلا في الملعب؟ يعني انتوا خلاص شفتوا المنظر، المنظر مرعب من التلفزيون يا كابتن، انتوا بقى في الملعب وانتوا شايفين المنظر ده، خضه اللعيبه ومروحه اللعيبه بالجهاز الفني بمجلس الاداره كله، دول اتحطوا في موقف صعب جدا في الملعب، حاله انسانيه طبعا هي في الاول وفي الاساس هي دي الرياضه يعني. يعني طبعا طبعا اكيد في المصايب والشدائد بتبان معاد الناس، وده اللي احنا شفناه، وما كانتش هتبان في الانسانيات في الوقت ده، هتبان امتى؟ طبعا هي لحظه يمكن عقبال ما الواحد بص كان يمكن ما خدش الموضوع اكتر من في الواقع، ما خدش اكتر من كذا ثانيه معدوده، يمكن اللعيبه كلها بالكامل طلعت تجري، الجماهير بنبص ورانا ما لناش جماهير، كله طلع يجري. انا بشكر فعلا جماهير الاهلي وبشكر يعني لعيبه الاهلي ومجلس اداره الاهلي، يمكن جري والله ربنا اللي يعلم، يعني يمكن في ناس مش عايز اتكلم عليهم، يمكن كان كل ما ابص لهم الاقيهم واقفين ورانا اصلا مش موجودين يعني في الصوره، مش عايزين نتكلم هم مين. بس اللي انا شفته ان كل اللي كان موجود من جماهير النادي الاهلي يمكن انهم عاملين يشاوروا لنا ونلغي الماتش وجري على ويطلبوا اسعاف وهرج ومرج كله ناحيه جماهير نادي الاتحاد، بسبب يعني مش عايز اخص في تفاصيل عشان ما نجرحش في حد وما نقولش كلام نحاسب عليه، لكن انا بشكر الجماهير سواء الاهلي او الاتحاد او اعضاء مجلس الاداره سواء الاهلي او الاتحاد، يمكن كل الناس اللي كانت فعلا جوه الملعب جريت من غير ما تفكر ايه اللي بيحصل غير انها تنقذ الناس وتشوف، لان المنظر مش طبيعي. يمكن انا بحكي لك على 50 60 70 مش راجل بيحاولوا بس يرفع يطمنوا انه مفيش حد تحت الاعلان او تحت المدرج اللي وقع. لو قلت لك مفيش حركه ما بيتحركش، يعني الحمد لله رب العالمين انها جت على كده فعلا ربنا، يعني عايز اقول سطر يعني تكمل ان شاء الله، واسلام يوم لنا بالسلامه وان شاء الله يبقى لينا كلام تاني باذن الله رب العالمين. ده ستر من عند ربنا يا كابتن، المنظر مرعب في التلفزيون، ما بالك انتوا في الملعب شايفينه ازاي؟ طبعًا. ده تجسيد حقيقي فعلا يعني للروح الرياضيه وتجسيد لقيمه الرياضه في مصر. اول ناس كانوا كابتن مع كابتن محمد مصلح انتوا يعني. طبعا والله الناس كلها نسيت كل حاجه في لحظه، ما حدش فكر غير في المصيبه واللي بيتشاف وازاي ننقذ وان شاء الله نطلع من غير اي مشاكل، هو ده كل اللي جه في تفكير الناس في لحظه. يعني ما حدش حتى يعني كان كل الكلام حتى بيننا وبين بعض وهنعمل واللي يلحق ونروح، ما حد كاننا مش ممكن. انتوا كنتوا قبل الاستاذ محمد مصلحي في المستشفى تقريبا بمجلس اداره النادي الاهلي يعني. بالظبط 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 بالظبط، يعني فعلا الواحد كل ما افتكر بي بي بيحزن، يعني بيحزن الموقف دايما، الصوره دي تفضل قدام عين الواحد المدرج وهو بيتقلب وبيقع. طبعا يعني ربنا يكون في عون الناس ويا رب يقومهم كلهم بالسلامه يا رب. طبعا مش عايز اتكلم على احنا هم بيحسبوا اللي ضلعه مكسول والرجله مكسوره والحاجات دي، ده كده سليم كده طلع يعني ما عندوش مشاكل يعني، ف يعني من كتر الفجعه وكتر ال 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 الحادثه يعني قاعدين الصوره على الهواء هو كابتن سليمة. شايفين بنفسنا يعني. لا الموضوع كان طبعا من الملعب، طبعا المدرج اللي فوق ده عالي، يعني حامل الكاميرات اللي وقع ده عالي، ده فوق يعني احنا بنبص له مثلا كانه في الدور الثاني او الثالث او يمكن اعلى من كده كمان. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين انها جت على قد كده. بالظبط بالظبط، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طيب، هنسيبنا بقى من الحادثه دي، الحمد لله ربنا عدى على خير.